طب اعمل ايه؟ والله انا بتكلم بجد وحياة ربي، بس هم ساعات ما يجيبوش الحاجات دي في التلفزيون عشان ما حدش يظهر يعني. فقلت لها طب انا عندي 100 مليون اعمل ايه؟ انت عندك 6 مش قادره، وانا عندي 100، احنا 100. وبقول ده لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعه، يا اللي في الاعلام، يا اللي في الصحه، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسه، انزلوا شوفوا البلد عامله ازاي وبصوا بعين حقيقيه. انزلوا كده المرج والمطريه، انا عشان افتح شارع بشيل بالالف عماره او الف بيت شارع عشان الناس تمشي، عشان الناس تمشي في حتت ما بيتمشيش فيها. ايه ده بقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي يعني ايه حكايتك النهارده بقى؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا والله، لا والله، انا بقول لكم كده عشان البلد دي بلدنا كلنا، مش بتاعت احنا بس. وانا كنت دايما اقول ايه؟ الامن القومي، الامن القومي، الامن القومي، واتكلم ان موسى كان يقول امن قومي، اقول الرعايه الصحيه امن قومي، التعليم الله. طب ما انا لما جيت دخلت في التعليم بجد وعشان نصلحه، الدكتور طارق شوقي ده خد على دماغه لما مات، خد على دماغه لما مات. انتوا عايزين تعليم ولا مش عايزين؟ هو احنا القعده دي يا دكتوره، انا دايما بقول كده، لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعيه حقيقيه لواقعنا، وان احنا ما نتكسفش ان احنا نتكلم. انتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجه اكتر من كده عشان يوصل لها. عشان ايه؟ الدكتور احنا ممكن تقول لك معدل النمو بتاعنا 6 وبتاع، 6 ايه؟ هو اللي زي حالتنا ينفعوا 6؟ اللي زي حالتنا عايز 60. عايز ايه؟ 60 عشان توصليني ان انا يبقى عندي 5 تريليون دولار دخل ناتج محلي لل 100 مليون، عشان اقدر اقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في اوروبا، واقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في اوروبا، واقدم لهم وعي وتوعيه زي اللي بيقدم في اوروبا. انا ما بقدرش اقدم ده. لما عملنا قوائم الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها، لقينا بدل ما بنتكلم في 20 30 الف اللي في 3 سنين داخلين على مليون ولسه شغالين، مش هيخلصوا وهيزيدوا، مش هيخلصوا وهيزيدوا. الفكره كلها ايه؟ يعني والله العظيم انا ما اقولش كده، يعني انا ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل، بس انتوا مش حاسين بده، مش واصل لكم. لان في الاخر انت عايز تبقى عايش، تعيش برضا، انت مش عايش برضا. الحاجه غاليه عليك، الحاجه غاليه عليك وبتغلى. ما احنا مش منعزلين عن الواقع، ما احنا مش عايشين جوه بلدنا بس، احنا جوه بلدنا وبنتاثر باللي حوالين مننا والدنيا اللي انتوا شايفينها. ان حصل غلا احنا كمان بيغلى علينا. طب احنا مع ده، احنا العمليه مركبه، مركبه لان الغلا غلايين، غلا معدلات نمونا مش مكافاه لمعدلات نمونا اللي هو السكاني. يعني معدل النمو الاقتصادي بتاعنا مش مكافئ، مش بيساوي معدل النمو الاقتصادي بتاعنا. ادي واحد. اتنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة. يعني ايه؟ في عندنا قضايا كتير جدا جدا